انا شريف سرحان، فنان تشكيلي من فلسطين، من غزة. انا عضو في حوش الفن. حوش الفن هو موقع الكتروني لتسويق الاعمال الفنية بالعالم كله، بيهتم بالفنانين الفلسطينيين والعرب. صلي تقريبا بحدود 10 أو 15 سنة فنان محترف، بمارس جميع أشكال الفنون البصرية، ما بين رسم وما بين تصوير فوتوغرافي وما بين فيديو وما بين انستليشن، حسب الموضوع والفكرة، العمل اللي بشتغل عليه، شو الوسيط اللي أنا بدي إياه. أكثر التجارب أو أكثر الوسائط اللي أنا بحبها دائما هو الرسم، يعني أو الشغل مع اللوحات والألوان والفراشي، ولأنه هي أول تجربة أو أول إشي أنا مارسته بالوسائط الفنية هي الرسم، هو جزء من دراستي بالجامعة. كمان بالسنوات الخمسة أو الستة الأخيرة زاد وعي أغلب الفنانين الموجودين بغزة نتيجة الحصار، وأنا جزء منهم، باستخدام الوسائط المتعددة في إنتاج الأعمال الفنية. بس بضل الواحد له حنين، بضل مسيطر على أنه ينتج أعمال بواسطة الرسم أو البينتينج. عندي كثير من التجارب الفنية خلال تجوالي في الوطن العربي أو في أوروبا والعالم. تجربتي الأخيرة هي مجموعة أعمال عن موضوع الاكتظاظ، بعمل زي رابط أو كونكشن ما بين الاكتظاظ الموجود داخل مدينتي، مدينة غزة، وداخل المدن اللي أنا زرتها خلال فترة المشروع. بأربط بين الاكتظاظ بالمباني والسكان وبين الحروف العربية. بشتغل الآن على كيف بعمل دمج ما بين الحروف العربية بلوحتي وما بين البيوت أو المباني للمدن اللي أنا بحس إنه هاي مدينة فيها اكتظاظ. هاي التجربة هي آخر تجربة من شغلي، ساعدتني على قراءة أفكار مختلفة، مشاهدة العالم بشكل مختلف. في آخر مرة لي كنت قبل 3 أو 4 شهور في باريس، رغم إنها مدينة كتير كبيرة بس كان فيها حالة من الاكتظاظ اللي أنا كنت ببحث عنها في تلك المدينة. بحاول أربط ما بين الاكتظاظ الموجود داخل غزة اللي هي أكثر كثافة سكانية في أقل مساحة على وجه الأرض، فبالتالي بتحسش إنه في قدامك مساحة من الفراغ، دائما حاسس حالك عايش في نوع من الاكتظاظ. مش بس كمان البيوت، كمان الناس، كمان في وقت البعض، في بعض المرات الأفكار والآراء، بتحس إنه دائما في أشياء بدك تعملها بشكل سريع، وفي حالة من الاكتظاظ اللي يمكن بدها سنوات عشان نطلع منها، بدنا مساحات كتيرة عشان نطلع منها، فبحاول أطلع منهم بلوحاتي. أعمالي اللي أنا مشارك فيها بالموقع هي بداية، جزء منها بداية المشروع هذا، كيف بلش معي من 2 سنين وأنا بشتغل فيه، وفي جزء موجود عن مشروع اسمه المقهى اشتغلته من 4 أو 5 سنوات، وجزء عن حبل الغسيل أو تفصيلة عن المخيم الفلسطيني للاجئين. بتمنى هذه الأعمال الموجودة تعجبكم، وبعتقد أنه الحوش هو فرصة للتواصل ما بين الناس ولتعريف المجتمع بالعالم كله أو بالعالم العربي على الفنانين الفلسطينيين والفنانين العرب بشكل عام.